أيوة. بعض الناس يدعو إلى التقريب بين اليهودية والنصرانية والإسلام، دعوات قائمة ممن ينتسب للإسلام، فيقول لماذا لا نطبع كتابا واحد مجلدا واحد، جزء من القرآن وجزء إنجيل وجزء التوراة، لما لا نبني مبنى من ثلاث طوابق، طابق مسجد طابق كنيسة وطابق كنيسة اسمه ولا ايش ولا ها معبد اليهود، كلها أديان سماوية. وما في أديان سماوية، دين واحد. ها، فربنا جل وعلا أمر نبيه أن يقول لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء نتفق عليها نحن وإياكم، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإما أيتوا إن أتوا إلى هذه الدعوة صرنا أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، ما صر حينئذ إيش كذا وكذا وكذا. انتبهتم؟ وأي واحد يقول لا فرق بين اليهودية والإسلام والنصرانية أو بين الإسلام واليهودية والنصرانية، لا فرق، قل لا فرق، خاصة طبعا اللي يقول لا فرق دائما هم أصلا إيش غير مسلمين، يعني كلها بما أن لا فرق تصير مسلم، صح؟ تقول لا فرق تصير مسلم، انتبهوا لهذا. فغالبا هذا اللي بادر يقولك ما في فرق هو أصلا مضيع دينه، إما سني باعتبار أنه من يعني من أبوين سنيين، أو هو أصلا من الفرقة الأخرى يقول لك لا فرق بينه. أما واحد يعرف التوحيد ويعرف العقيدة يعرف الدين يعرف الإسلام، كيف ما في فرق؟ فرق كبير وكبير جدا. وهذا لا يعني أن احنا ندعو إلى العنف أو قتل الآخرين أو لا لا، ما يجوز قتل من ليس يعني لك حق في قتله، ما يجوز تقتل ولا يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا هندوسي ولا غيره إلا أن يقتل بحق،